السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم أم نعمة. اليوم سأقدم لكم غلاس أو آيس كريم اللي كيجي زوين بزاف بدون قوالب وبدون حليب مركز محلى. لنبدأ على بركة الله بالمقادير، نحتاج إلى 4 معالق من سكر حبيبات، 3 معالق من بودرة الحليب، ملعقة بودرة اللوز، يمكنكم استعمال أي نكهة تشاءون سواء الكوك الحامض أو كما تشاءون. نحتاج أيضا إلى 2 ملعقة من النشا، 1 ساشي فاني 7.5 غرام، وعلبة من الحليب. نأخذ إناء لتحضير الخليط. نحاول أن نحافظ على علبة الحليب لأن فيها سنستعمل الغلاس. نستعمل جميع المكونات، نحتفظ بالعلبة جانبا لأننا سنحتاجها، ونستعمل جميع المكونات ما عدا النشا نحتفظ به. سكر حبيبات، ونضيف 1 ملعقة من بودرة اللوز، و3 ملاعق من بودرة الحليب، 1 ساشي فاني. النشا نحتفظ به إلى الآخر. نخلط جميع المكونات جيدا حتى يمتزج لنا الخليط. بعد ما يمتزج لنا الخليط نضعه فوق النار. والآن سنمر لتحضير علبة الحليب. من بعد ما نشفتها مزيان نحاول ندير فيها 1 الفتحات صغارين يكونوا في الوسط، وأيضا نحتاج الى عويدات ديال الكلاص اللي كيتباعوا راه ما غاليينش. نحاولوا نديروا الفتحات في الوسط يكونوا صغار، ونحاولوا نحافظوا على شكل العلبه باش يجينا الكلاص شاد شكل ديال العلبه مستطيل. بعد ما سالينا هذوك الفتحات غنحاولوا ندخلوا فيهم العويدات ديال الكلاص، غير غنحاولوا كاننا كنسدوا بهم هذوك الفتحات ما ندخلوهمش بزاف. نستمروا حتى ندخلوا الكم ديال العويدات كلهم. كما كتلاحظوا بعد ما سالينا الكمية حاولوا نقادوهم. هي كيفاش كتجي، نحتفظوا بها ونشوفوا الخليط اللي درنا على النار هو جاب الغلية. غنقصوا ليه ونخلو حتى تبقى لنا تقريبا ثلثي هذيك الكميه اللي درنا، عاد نضيفوا ليه النشا. الان هنقوم بخلط النشا مع الحليب.
ناخذ نصف كاس حليب نخلطه به النشا، كنخلطوا هذاك النشا مزيان مع الحليب، هو من بعد ما تبقى لنا تقريبا ثلثي الكمية غنضيفوا ليه الخليط ديال النشا والحليب، وهنحاولوا نحركه بالزربة لأنه ضاغي كي يختار كي يولي خاطر. كما كتلاحظوا هو ولينا خاطر، يعني تحريك جيدا. هنحاولوا نطفيو ليه دابا النار، نصبوه في هذه العلبة اللي احنا حضرناها من قبل، نحاولوا نصبوا الكمية كلها. من بعد ما تنقدهم تنديرهم في الثلاجة تقريبا 12 ساعة، ومن بعد غنخرجوهم باش نشوفهم كيفاش باش نكملوا الطريقة. من بعد ما صبينا الكمية غنحاولوا ندخلو هذوك العويدات مزيان ونخلوه في الثلاجة 12 ساعة ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالو. هانتوما كيما كتشوفوا من بعد ما خرجناه من الثلاجة، دابا نحاولوا نقطعوهم بشي أداة اللي تقدر تقطعو منها مقادين. نستمروا تنقطعوا الكمية كلها، نستعملوا شي أداة اللي حادة بالنسبة لي أنا ما كانتش حادة مزيان. كيما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، نستمر حتى نكملوا هذه الكميه كلها، ومن بعد كنزولوا له هذوك الكواغطات، راه تيكونوا ساهلين باش نزولوهم. كما كتلاحظوا كنزولوا كل شيء، كما كتشوفوا كيجي الشكل. كنزولوا كل هذوك الكواغطات، تيجي الشكل ديالو زوين بزاف. ولذيذ ايضا كيجي بحال ديال الزنقه. كما كتشوفوا زولنا ليه كل شيء، تيجي على هذا الشكل. غناخد الشوكولات اللي كان عندي مسبقا اللي ذوبته، وغنضيف ليه عندي اللوز مهرمش اللي بقى عندي، كنخدم باللي عندي في الدار، يعني عندي لوز، سواء عندك كاوكاو واللي عندك راك كتخدمي بيه. نحاولوا نديرو في الشوكولات، ومن بعد غتشوفوا الشكل النهائي من بعد ما نكملوا الكمية كلها، هتيجي رائعة البنات، تيجي غزال. هو هذا قبل ما نديروا ليه الشوكولا دخليته، ها هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. انا غنوريكم من الداخل كيفاش كيجي، كيجي زوين. نتمنى يعجبكم الفيديو، واللي ما مشتركين شي يشتركوا، وبالصحة والراحة.